أنا لا أحلم الآن، كل ما في الأمر أنني أحاول قراءة التاريخ، وعلى ضوء التاريخ أنظر في الذي يجري على الأرض هذه الأيام، ومن خلاله نرى جميعا صلاح الدين الأيوبي قادما من جديد. إنها روحه التي تبدو لنا قد سرت في نفوس المرابطين الميامين على أرض غزة، روح ذلك البطل الهمام الذي عرفته الأمة منذ قرون، وعرفت فيه بارقة أمل عادت إليها بعد عقود من الزمن، أقامت فيها على الذل والهوان حتى بدت لها تلك الحال لازمة لا فكاك منها ولا خروج. فإذا بروح الناصر صلاح تنتفض في وجه الذل، تتمرد على الهوان، تصنع نصرا تخرق به المألوف، فتؤكد للمحبطين أن العودة إلى مراتب العزة متاحة لمن أرادها وأعد لها العدة. ظهرت في فلسطين همم عالية أبية لم ترضى بالهوان، لم تستكن للهزيمة، وفي غزة كان أول البيان لتلك الهمم. في عصر مضى ولد الأمل في غزة، وفي غزة يصنع الأمل اليوم مرة أخرى، ومعركة غزة هي نقطة التحول التي لا تزال تهيئ النفوس للمعركة الكبرى القادمة، معركة تحرير فلسطين. شكلت هزيمة الصهاينة في غزة انتفاضة على التصور الذي رسخ في أذهان كثير من الناس بأن بني صهيون قوة لا يمكن الوقوف أمامها، لكنه تصور لم يجد في نفس الشهيد أحمد ياسين القبول، فاستنفر الطاقات وشحذ الهمم وأحسن التخطيط والتدبير، وخلف من بعده قادة عظماء أنجزوا نصرا فاجأ الصديق قبل العدو. لقد استشعر الناس أخيرا أن الانقلاب على الواقع ممكن، فالفكرة قد أنعشت في عقول المسلمين وأحيت روح الجهاد في وجدانهم. إننا ننظر إلى غزة فنرى أبطالها يعيدون مسير صلاح الدين، فنترقب من جديد نصرا يعيد مجد معركة حطين، وحينها يكون الفتح المبين. إلى التفاصيل. السلام عليكم. عندما كنا صغار علمونا في المدارس قول سيد الشعراء المتنبي: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. وكنا نحتار متسائلين ما علاقة الشرف الرفيع بالدم، فلما جاءت مقاومة غزة العزة ورأينا بأم أعيننا شهداء غزة تراق منهم الدماء زكية طاهرة في سبيل الله وفي سبيل نيل حريتهم وفتح معابرهم واسترداد أدنى حقوقهم الإنسانية، علمنا مصداق مقولة المتنبي. وعندما كنا صغارا لقنونا في المدارس قول أمير الشعراء شوقي: وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق. وكنا نعجب من تلوين شوقي للحرية باللون الأحمر، وهل للحرية لون؟ وكان عجبنا يزداد من دقه باب الحرية باليد المضرجة بالدم. ألا يمكن لهذا الباب أن يدق بيد ناعمة الملمس خفيفة الطرق؟ حتى إذا رأينا فتك اليهود وتدميرهم ومبلغ تعطشهم للدماء واستبسال المجاهدين في صدهم وردهم والصمود في وجوههم، أدركنا صدق مقولة شوقي. وعندما كنا صغار حفظونا في المساجد قول ربنا عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فكنا نظن ذلك ضربا من التاريخ لا يصح إلا مع الأنبياء والصحابة وتابعيهم عليهم الرضوان، حتى إذا رأينا بأم أعيننا ما يكابده الصهاينة في محاولتهم اقتحام غزة وهم يملكون أعظم آلة حربية مدمرة في العالم تمدها من ورائها أكبر قوة عظمى في عالمنا، وما يعانيه جيش الإجرام أمام فئة من المجاهدين لا يملكون من السلاح إلا أهونه ولا من العتاد إلا أقله، أدركنا مصداق قوله تعالى في كتابه المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
وعندما كنا صغار قرأنا في سيرة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الأحزاب عندما أحدقوا بالمدينة من كل جانب وبلغت قلوب الذين آمنوا الحناجر خوفا وفرقا وجزعا وزاد الطين بالله غدر اليهود ونقضهم ميثاقهم، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه بين عدوين متربصين من أمامهم ومن خلفهم، ولكن ذلك كله لم ينل من ثبات رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم شيئا، بل زاده قوة ورباطة جأش، وجعل يبشر أصحابه بفتح الشام وبلاد فارس واليمن في حادثة شهيرة سطرتها صفحات السيرة العطرة بأحرف من نور، يضرب الصخرة التي لم تعمل فيها معاول الصحابة فينقدح منها شرر، فيقول حبيبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. يضربها مرة أخرى فينقدح الشرر فيقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. ثم يضربها ثالثة ينقدح الشرر فيقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن. أرجف المرجفون في المدينة من المنافقين وأضرابهم، كيف يبشر الرسول بهذه الفتوح وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته من شدة الخوف والهلع والبلاء محدق من كل جانب؟ وكان أن ارتفع البلاء وكشف الكرب وانتصر المسلمون وعوقب اليهود، ثم توالت بشائر الرسول صلى الله عليه وسلم تتحقق رأي العين واحدة تلو الأخرى. وها هو ذا التاريخ يعيد نفسه، فنرى المرجفين يرجفون والطاعنين يطعنون والظانين يظنون أن المقاومة ستمحى وأن الجهاد سيزول وأن الأمر لن يكلف إسرائيل أكثر من أيام معدودات. فماذا كان؟ كذب ظنهم والله، وخاب فألهم، وخابت كل مساعيهم، وتبت أيديهم. غزة ستنتصر، نعم ستنتصر غزة إن شاء الله، برغم كل ما أصابها من دمار وخراب وما قدمت من ضحايا وشهداء. ستبقى المقاومة تهدد أمن اليهود وتقض مضاجعهم، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. يجب أن نعرف أن عدونا ماكر، لا تجدي معه إلا لغة الجهاد والقتال والقوة، وأن ما أخذ بالقوة لا يستعاد إلا بالقوة. لقد آن لنا أن نؤمن بأن الجهاد هو السبيل الوحيد لاسترداد حقنا ورد عدونا ونيل عزتنا وكرامتنا. إن أول ما يجب أن تفرضه الحرب علينا نحن البعيدين عن ساحة المعركة المباشرة ونحن نقف بين صور البطولة الغزاوية هي أن نشهد على أنفسنا بقصورنا وتفاهة طموحاتنا في حياتنا، ثم بعد ذلك نذهب لنجدد وعينا بالحياة وبأنفسنا ونعيد صياغة علاقتنا بحطام هذه الحياة الفانية. إخواننا في غزة نحسبهم الموصوفون في الحديث النبوي بالفقراء المهاجرين الذين تسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. لقد كانت حاجتنا عظيمة لخلاص ينقذنا في هذا الزمن الموحش، فجاءت غزة وحققت لنا مكاسب مدهشة لم نستطع تحقيقها في أي وقت مضى من عصرنا الحاضر. لقد تقدمت غزة إلى الإنسانية عندما كنا لا نعرف إلى أين نحن ذاهبون، فقدمت لنا خارطة البقاء وبوصلة النجاة. إننا أمام لحظة تاريخية تستدعي وقفة تفكير وتأمل، فهل سنلتقط تلك الإشارات ونستفيد من الدروس العظيمة التي تقدمها لنا غزة؟ غزة قالت كلمتها، قالت كل شيء وهي ماضية للأمام، والنصر محسوم سلفا، والخسارة كل الخسارة لمن سيتخلف عن الركب، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إلى اللقاء. قوي يا غزة طلعي من عز جرحك وارفعي إشارة نصر، راح ترجعي بزنودنا عمرها.